وبعدين بقى يا توتة، وبعدين في القط بتاعك ده؟ ماله يا بابا؟ ابعدي القط بتاعك ده عني بقى يا توتة، كل شوية قرب مني. الله، انت لسه خايف مني يا بابا؟ تعالى علشان اصاحبك عليه. شايفة شايفة يا علا القط بيبص لي ازاي؟ انت شاهدة يا علا؟ بيبص لك ازاي بس يا شريف؟ ما القط بيبص عادي يا حبيبي. هيبص ازاي بس يا بابا؟ هو قط لطيف خالص والله، بس ومشمش وجميل قوي، انت هتحبه قوي يا بابا. تعالى بس تعالى، عايزه احط ايدك عليه. احط ايدي على مين يا بنتي؟ لا 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 لا، يا لهوي يا يما، يا لهوي يا يما، شفت القطه رحت ازاي يا علا؟ يا خبر يا شريف، انت خايف من القطه للدرجه دي؟ طالع في قطه رهيبه. تعالى يا مشمش، تعالى تعالى عشان ما تخوفش بابا. لا انا مش هعرف اقعد في البيت ده ابدا، مش ممكن ابدا اقعد انا والقط ده في بيت واحد. تعالى يا مشمش، تعالى عشان ابني ولا بابا. انزل انزل يا شريف، انزل بقى، ما تعملش كده قدام بنتك، بنتك الصغيره تعمل ايه؟ انا هاخد القط بتاعي بقى وكل شويه اجي يا بابا علشان اخدك. لا 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 يا توتة، روحي نزلي القط بتاعك ده، خلينا ننزل. خلاص خلاص اهدى يا حبيبي، انا هاخده احطه في الاوضه. ايوه ايوه، ابوس ايدك يا علا، خديه حطيه في الاوضه. خلاص بقى يا حبيبي تعالى، انا شلت اهو. ماشي ماشي يا علا، زي ما انت بس كده واقفه، ويلا طلعيها على الاوضه على طول. خلاص يا بابا بقى، خلاص هو طلع خلاص. الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. من فضلك كنت عايز عربيه توصلني كم مشوار كده. حاضر حاضر يا فندم، اوبر هيكون عند حضرتك في خلال ربع ساعه بالكتير، بس يا ريت حضرتك تديني العنوان. اوكي اوكي يا فندم، انا هبعت لحضرتك اللوكيشن على الواتساب. متشكر جدا، مع السلامه. تمام يا فندم، مع السلامه. ايه شريف يا حبيبي، انت خارج ولا ايه؟ لا لا يا حبيبتي، احنا خارجين كلنا. خارجين خارجين رايحين فين؟ ايوه يا توتة يا حبيبتي، استني بس اشوف بابا بيقول ايه. يا علا يا حبيبتي، احنا هنروح معرض السيارات ان شاء الله، نشتري عربيه جديده بقى، لان احنا سيبنا عربيتنا في امريكا انت عارفه، والمكان هنا صعب جدا. ان احنا مبسوطه يا توتة يا حبيبتي؟ مبسوطه جدا جدا يا بابا، هنشتري عربيه على طول دلوقتي. ايوه ايوه يا حبيبتي، يلا اطلعي البسي في اوضتك. حاضر حاضر يا بابا حالا، يلا يا ماما، يلا معايا. اسبقيني اسبقيني بس يا توتة. طيب انت عامل حسابك يا شريف؟ خلاص فلوسك وصلت البنك اللي هنا؟ ايوه ايوه يا حبيبتي، ما تقلقيش انا ظبطت كل حاجه. ماشي يا حبيبي، خلاص انا هطلع البس بقى والبس توتة. ماشي يا حبيبتي، ما تاخروش بقى، اوبر المفروض ان هم ربع ساعه بالظبط وهيبقوا عندنا. ماشي يا حبيبي، على طول على طول، مش هنتاخر. خلاص يا حبيبي انا جاهزه. الله، ايه ده يا ماما الجمال ده؟ ايه الشياكه دي والايه الاناقه دي؟ والله مفيش اشيك منك يا توتة. فعلا فعلا يا توتة عندك حق، قمر يا علا يا حبيبتي دايما متألقة. يلا بينا يلا بينا يا جماعة، يلا بينا يلا بينا يا حبايبي. واو، ايه ده كله ده يا بابا؟ كل دي عربيات؟ شفتي بقى يا توتة يا حبيبتي، ايه رأيك في المعرض الجميل ده؟ الله، ده جميل قوي قوي يا بابا، انا عاوزة اتفرج على العربيات دي كلها واركبها. فعلا معرض هايل هايل يا شريف، اختياراتك تجنن يا حبيبي. يلا بينا ندخل بقى ننقي العربية. يلا يلا يا حبايبي. شوف شوف يا بابا العربية اللبني اللي هناك دي، وفي عربية كمان زرقاء. كلهم يا حبيبتي حلوين، بس تعالي بقى نروح لعمه نتكلم معاه على طول. ده عم صاحب المحل ده يا بابا؟ ايوه ايوه، تعالوا. مساء الخير يا فندم. اهلا اهلا يا فندم، مساء النور، نورتوا معرضنا، اتفضلوا. منور بحضرتك، انا كنت محتاجه عربيه تكون جديده وفي نفس الوقت تكون موديل السنه دي. اكيد اكيد طبعا يا فندم، هتلاقي عندنا حاجات جميله جدا، بس حضرتك محتاجها ايجار ولا بيع؟ لا لا، محتاجها بيع على طول. يا ترى الاقيها في الصاله دي ولا الصاله الثانيه؟ لا لا يا فندم، هنا بصراحه في عندنا عربيات جميع الاشكال زي ما حضرتك شايف كده، وفي اكتر من لون. اتفضلوا معايا يا جماعه عشان تتفرجوا، اتفضلوا. انهي بقى يا استاذ؟ اسم حضرتك ايه يا فندم؟ استاذ عماد يا فندم، مع حضرتك. اهلا يا استاذ عماد، عايز حضرتك بس تعرفني انهي عربيات موديل السنه، لاني شايف اوتوموبيلات وحاجات قديمه شويه. فعلا يا فندم، احنا عندنا موديلات قديمه شويه، لان حضرتك عارف ان في اصلا ناس بتهوى الحاجات الانتيكه والقديمه دي.
فعلا فعلا، بس انا مش من هواة الحاجات القديمة دي ابدا، انا عايز حاجة موديل السنة دي. حضرتك تحبها مفتوحة السقف ولا مقفولة يا فندم؟ والله لو كابورلي بس تكون برضو بتتقفل، انت عارف الشتاء والبرد ومعايا طفلة. طبعا ربنا يخليها لك يا فندم. تعالي تعالي يا أمورة، تعالي عشان تتفرجي مع بابا. طبعا يا فندم في هنا عند حضرتك مجموعة عربيات موديل السنة كلها، وكمان مجموعة ألوان، في الأسود وفي الأحمر النبيتي وفي الفضي، وفي كمان اللبن اللي هناك دي هي موديل قديم شوية بس عربية جميلة جدا. تمام أنا شايف إن هما كويسين جدا. ممكن حضرتك تفتح لي اللبن دي أشوفها؟ طبعا يا فندم. اتفضل يا فندم، تقدر تتفرج عليها. طبعا يا فندم هي الكماليات اللي فيها مش كاملة كلها، لكن هي عملية جدا. كويسة مش بطالة، بس خلينا نشوف حاجة غيرها. تحب حضرتك حاجة أحدث ولا حاجة أقدم؟ لا حاجة أحدث طبعا. طيب يا فندم اتفضل معايا. الله يا بابا، العربيات دي أنا أول مرة أشوفها، شكلها جميلة قوي، عاملة زي القطر. دي عربيات قديمة قوي يا توتة يا حبيبتي. أيوة فعلا أنا أول مرة أشوفها. طب يا بابا ناخد السودة دي، إيه رأيك؟ لا يا توتة احنا مش عايزين عربيات قديمة. تعالوا كده نبص على اللي هناك دي. يا فندم في العربية الخضرة دي عملية جدا يا فندم وحديثة جدا. شكلها مش بطال ابدا، توفر كمان في البنزين وشكلها مودرن زي ما حضرتك شايف. انت بقى عشان البنزين غالي في مصر. طبعا دي حاجة مهمة بندور عليها في اي عربية تشتريها دلوقتي. يا بابا العربية دي جميلة قوي، انا عايزة دي يا بابا. ايوه يا توتة، الله دي عربية جميلة قوي يا حلوة جوزة. ولونها حلوة قوي يا بابا، انا بحب اللون البينك ده جدا، وعايزاها مفتوحة كده علشان اطلع راسي واقعد ابص على الشارع. ما تقوليش اقفلي الشباك، اهي بقى مفيش فيها شباك. طيب دي حالتها ايه من فضلك؟ دي كويسة برضو جدا يا فندم، عربية كابورليه اخر موضة زي ما حضرتك شايف، هي موديل بتاعها من سنتين لكن لحد دلوقتي شغالة وعملية جدا برضو، وفي ناس بتجيلها مخصوص بالطلب، دي اخر قطعة منها عندي. شكلها كويس. يا علا ايه رأيك يا حبيبتي في العربية دي؟ دي جميلة يا ماما، بصي كده شكلها كويس قوي يا شريف، فعلا شكلها حلو، بس انا كابورليه في الشتاء هتبقى صعبة قوي. علشان خاطري يا ماما، انا بحب الماركورليه دي. عايزاها ماركورليه يا عمو عشان خاطري. حاضر يا توتة اصبري. طيب من فضلك بقى دي سعرها كام واديني التفاصيل؟ طبعا يا فندم، تقدر حضرتك تتفضل معايا في المكتب جوه في المعرض ونتفق على كل التفاصيل ونكتب العقود كمان. ماشي اتفضل حضرتك، يلا بينا. انزلي يا توتة انزلي، ما يصحش كده يا حبيبتي. لا يا ماما عشان خاطري سيبيني، هي خلاص هتبقى بتاعتنا وهناخدها، مش بابا هياخدها وهيكتب دلوقتي في الورقة، يبقى هناخدها طبعا. هياخدها يا حبيبتي، بس اصبري لسه ما اتفقناش. استني يا ماما، عايزة ازمر شوية والعب في الجالاكسي، هو فين؟ كان هنا قدامي. يا خبر يا توتة ما يصحش كده، احنا في المعرض يا حبيبتي انزلي. حاضر يا ماما، بس هناخدها مش كده؟ ان شاء الله يا حبيبتي، بابا بيكلم عمه ونشوف هيبقى سعرها ايه. الف مبروك يا فندم، تقدروا تستلموا العربية حالا. الله يبارك في حضرتك، متشكرة جدا، كفاية ذوقك. شكرا يا عمو، شكرا، يعني انت هتديها لنا لينا خالص؟ ايوه يا حبيبتي، هي من هنا ورايح بقت بتاعتكم خالص. متشكر لذوق حضرتك يا استاذ عماد، اشوفك على خير. يلا يا ستي عشان ما تزعليش يا توتة. خلاص يا ماما، انا كده مبسوطه فرحانه خالص. مع السلامه يا فندم، مع الف سلامه، شرفتونا. الله يسلمك يا استاذ عماد، اخر تعامل بينا، اكيد هتيجي تزور معرضنا بعد كده. اكيد يا فندم. مع السلامه يا فندم، مع السلامه. الله يسلمك مع السلامه. سوق يا سواق سوق بينا يلا، سوق يا سواق، سوقنا. باي يا عمو، باي. باي يا حبيبتي، باي. ودي كانت لعبتنا النهاردة يا أصحابي، أتمنى إن هي تكون عجبتكو. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصية حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت، هتعجبكم خالص.
ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو وكمان تفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكوا كل العابنا الجديده اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكره يا اصحابي مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله قناه العابي. باي باي يا اصحابي.